دكتور، كنا قبل الفاصل بنتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي مصفات الذهب اللي في مرسى علم. وكلنا عارفين ان في منجم السكري اللي هو كمان يعني بعد مرسى علم 30 كيلو جنوب غرب مرسى علم. مظبوط. أهمية فكرة وجود، أولا ممكن حضرتك تشرح لنا يعني إيه مصف الذهب جنب منجم السكري؟ هو حضرتك وزير البترول والثروة المعدنية وقع في المملكة العربية السعودية لإنشاء أول مصفاة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرسى علم بتكلفة حوالي 100 مليون دولار، ومبدئيا تم تخصيص لها 30 مليون دولار. ديت بنعمل حاجة اسمها ريفاينري أو تنقية الذهب. أيوة. من الشوائب للوصول بالذهب اللي وصل بيه اللي هو بنسميه 4 ساعات، اللي هو فاين بيور جولد، بندقي اللي بيقول عليه بندقي، وختمه بختم معتمد دوليا. بدل ما كنا بنودي الريفاينري او التنقية لسويسرا وكندا، انا اعرف فعلا ان كان كل ناتج منجم السكري بيروح لكندا للريفاينري هناك. فبتروح هناك وبندفع تكلفة عالية جدا ولاعتماد هذه السبائك. وده هيخلي ان مصر تبقى رائدة في هذا المجال، خاصة انها تقوم بعملية التنقية مش للمناجم فقط. وهي قريبة من منجم السكري وقريبة من منطقة المناجم، لان احنا عندنا أكثر من 120 موقع يصلح للتنجيم غير منجم السكري، وسبع مناطق تعوم فوق كميات هائلة جدا من الذهب. هل مستغلة المناطق دي يا دكتور؟ لا، في نطاق وزارة البترول طرحت 11 اتفاقية. أيوة. مع شركات للتنقيب عن الذهب بمبالغ كبيرة جدا للاستثمار في الذهب. أنا عندي منطقة وادي عتود، وهدي في منتصف الصحراء الشرقية، وديت الذهب فيها عندي هناك حوالي 19,000 طن كوارتز، وبنسبة ذهب حوالي 16.3 كل طن، وده استخدام اقتصادي جدا جدا. وكانت منطقة ديت هي المنطقة اللي اشتغلوا عليها الفراعنة، وكانوا من سنة 1970 قبل الميلاد، وعملوا لنا المنتجات الرائعة الذهبية اللي أبرزها توت عنخ آمون اللي وزنه 1200 كيلو. فقد ايه الناس دي كانت بتستغل هذه المناطق وبتنتج اشياء رائعة. عندي منطقة حمش، عندي منطقة الحلاقي، عندي المثلث الذهبي، عندي منجم السكري باحتياط استراتيجي اكتر من 12 مليون وقية، وبينتج 200,000 وقية سنويا، وده بيساهم بقوة في استخدام هذه المناجم ان انا بزود الاحتياط الاستراتيجي للبلد. أيوة. ويعني مزيد من قدرة الاقتصاد القومي. عشان كده احنا بنقول دايما الذهب صناعة. طبعا. انه ليس استثمار فردي، لا، ده استثمار قومي. وكل ما رفعت المدخرات او الاحتياط الاستراتيجي للبنك المركزي، نجد ان الولايات المتحدة الامريكية اعلى احتياط استراتيجي في العالم، 83,000 طن. فده بيدي قوة للاقتصاد والعملة دي. فده بيساعد بقوة. فعشان كده الدولة مهتمة، وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بمش بصناعة الذهب. ومصر زي ما بقت رائدة في صناعة الغاز، تستطيع انها تكون رائدة في لصناعة الذهب في الدرع العربي النوبي اللي يشمل الدول الإفريقية. واللي هي عندهم كميات هائلة جدا من الذهب اللي تحتاج تنقية. فدي خطوة إيجابية جدا. طبعاً. ونقلة نوعية لصناعة الذهب في مصر. النقطة هنا عايز أسأل فيها الأستاذ عمرو، هو الدكتور ذكر عدد من الأماكن الرائعة جدا، لكن واضح أن هي لم تستغل بعد. نقدر نقول أن ده تحدي من ضمن التحديات اللي موجودة في صناعة الذهب.